والأخوات
عزتنا اليوم أننا يكون معنا يحضر معنا بالصدفة أحد مؤسسي الإطار، مؤسسي الجمعية الوطنية الإطار المكافح، يحضر معنا الأخ والرفيق فتاح حبيب الدين. تحية رضاية عالية وهذه صدفة حقيقة مزيانة. الإخوان والأخوات، تأتي هذه الندوة اللي كانت مع الفرع المحلي في سياق الحركة التي يعيشها الفرع المحلي، الحركة النضالية بطبيعة الحال، وكتتويج لسنة كاملة من النضال المستمر السلمي والحضاري للمعطلين بالمدينة. مطلبنا هو الشغل لصون الكرامة، مطلبنا هو التعاطي المسؤولي مع ملفين المطلبين بشكل جدي وفي إطار حوار جاد ومسؤول يفضي بطبيعة الحال إلى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروع. الإخوان والأخوات، قبل أن أعطي الكلمة للمتمثلين الحاضرين معنا هنايا من الجمعية المعنية المغربية لحقوق الإنسان الأخ حبيب عيد يوسف، ومن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأخ إله عبدا، والأخ في الجمعية الوطنية الأخ محمد حواري. قبل أن أعطي الكلمة لهم عربي المفيد، أن أستعرض على الحضور الكريم أبرز المحطات النضالية اللي نفذها الفرق على المستوى المحلي. إذا بطبيعة الحال غادي يكون يعني واحد مجموعة ديال المحطات اللي غادي نعرضوا أنايا أمامكم بواسطة الفيديو. إذا واحد التقرير محتضر، إذا في 26/2011 تأسيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحمل الشهادة المعطل بالمغرب، 28/2/2011 انطلاق المعارك النضالية، الأسبوع الرابع لشهر مارس عرف أول
بالمغرب وكافة شهيدات وشهداء الشعب المغربي الذين استرخصوا أرواحهم من أجل عزة وكرامة هذا الوطن، من أجل أن ينعم كل مواطن ومواطنة صغيرا كان أو كبيرا بحقوقه كاملة كما تنص عليها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. رفيقاتي، رفاقي، إخواني، أخواتي، نتأسف لكوننا ما زلنا نناقش نجتمع هذا اليوم لمناقشة معضلة ترتبط أساسا بطبيعة النظام الرأسمالي. هذا النظام الذي يسعى دائما إلى إقصاء شريحة واسعة من شعوب واللي بغيت نقول هو ناس بحالي انا ما حصلتش المنهجيه لان انا كنحصل المنهجيه اللي قلت هنايا الثمانيه، ولكن عرفوني الاخوان بان كنهضر بزاف مع كامل الاسف كنهضر بزاف. اعتذر ان ما التزمتش مع اخر من 20 دقيقه وقلت لهم هذا الشيء ديال حقوق الانسان جامد شويه، ما هذا العرس النضالي ب يعني مناقشة اللي غادي تبني واللي استفدوا منكم، وشدي التحية بدوري لرفيقي فتاح للمناظر الإعلامية اللي كتقدم على هذا الحدث، وتحية نضالية.